أفضل صلاة التراويح في المسجد أم في البيت؟ المقرر عند أهل العلم على خلاف أن جميع صلوات النوافل في البيت أفضل إلا نوعين. النوع الأول التراويح، والثاني التطوع قبل أن يركب الإمام المنبر يوم الجمعة. والتطوع قبل الجمعة في المسجد أفضل، والتطوع في التراويح في المسجد أفضل. وما عدا ذلك فصلوات النوافل الأصل فيها أن تكون في البيت. الله تعالى.